كابتن المرموم على الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي ومهرجاني السنوي لميدان المرموم 2015. تابعنا وياكم شوط الكاس والكاس ذهب مع طفرة للسيد سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي وإلى هالي السمحة والبندقية أيضا هناك ذهبت مع العازمي أيضا لهالي السمحة مع صالح بن خالص العامري وسلام عليكم يا هل السمحة مع كاس ومع بندقية. ها هي انطلاقة الشوط الثالث والشوط الثالث مخصص للحجايج البكار. الجائزة السيارة للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير مع المقدمة مع سمحة للسيد صالح بن أحمد بن هويمل العامري. ننتقل إلى المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني للسيد راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الثالث المركز الثالث تومين للسيد ساري بن محمد بن كراز المهيري. وفي المركز الرابع المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع وهج للسيد سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي. وفي المركز الخامس المركز الخامس الغربية للسيد محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. وفي المركز السادس الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بن سالم العامري. وفي المركز السابع المركز السابع راهية للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يحويل المري. وفي المركز الثامن موكب للسيد سعيد بن صالح بن سعيد البريصي المري. وفي المركز التاسع الواعية للسيد محمد بن عيد بالكوس الفلاسي. وفي المركز العاشر المركز العاشر من الجانب الثاني تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز العاشر وهي الذيبة للسيد محمد بن بطي بن محمد المري. هذه النتيجة هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. وأرى الآن التسلل أرى الآن التسلل على المقدمة وهاجة بدأت تتوهج على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي على مقدمة هذا الشوط مع وهاج المركز الثاني سمحة في المركز الثاني للسيد صالح بن أحمد بن هويمل العامري. وفي المركز الثالث الغربية للسيد محمد بن مسمر بن قوبع المنصوري. وفي المركز الرابع المركز الرابع تموين للسيد ساري بن محمد بن كراز المهيري. وفي المركز الخامس المركز الخامس الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بن سالم العامري. وفي المركز السادس موكب للسيد سعيد بن صالح بن سعيد البريصي. يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز للحجايج مع هذا الختام المتميز ختام المرموم 2015. يا سلام 800 متر الأخيرة عن خط النهاية وهاجة والغربية. وأيضا هنا بتنضم الشاهينية إلى المعركة وأيضا الضيفة موكب. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز الأداء المتميز. الشاهينية بدأت تتسلل بدأت تغير. موكب قادمة من دولة قطر من ميدان الشحانية وهي في موكب وتبى تذهب إلى الشحانية وإلى قطر في موكب من ميدان المرموم. يا سلام لكن تمويل تمويل تمول الشوط وتغير وتنتقل إلى المقدمة. يا سلام يا تمويل للسيد ساري بن محمد بن كراز المهيري. يا سلام يا سلام. المركز الثاني المركز الثاني سلهودة للسيد حمدان بن الرشيدي. لكن أرى أرى الآن تمويل على المقدمة تقترب من السيارة تقترب من التتويج تقترب من السلامات. بنقول سلام سلام عليكم
يا اهل العاصمه ابو ظبي واسعد الله مساكم، تهانينا للسيد ساري بن محمد بن كراز المهيري، المركز الثاني سلهود للسيد حامد الرشيدي، وفي المركز الثالث موكب للسيد سعيد بن صالح بن سعيد البريصي، وفي المركز الرابع ابها للسيد سالم بن ناصر بن شافي القحطاني، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بن سالم العامري. هذه النتيجة يا هو شوط شاهدنا وتابعنا وشاهدنا تمويل، وهي تمول المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. تنتزع السيارة وتذهب بالسلامات إلى أهالي العاصمة في أبو ظبي بتوقيت زمني وغدرا نشوف التوقيت ساعة وصول تمويل إلى خط النهاية. 6 دقائق 11 ثانية بالوفاء بالتمام. تهانينا من الاعماق للسيد ساري بن محمد بن كراز المهيري، ولا ننسى ايضا الزعبيل مضمرين ومدربين ومسيرين للتمويل الذي وصلت في المركز الثاني. سلهودة قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة. 6 دقائق 11 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك حامد حماد بن نايض الرشيدي، والذي وصلت في المركز الثالث الشاهيني، ولا موكب، موكب في المركز الثالث. 6 دقائق 11 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق لتهانينا لمالك سعيد بن صالح بن سعيد البريصي المري. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز العشر الأوائل. تهانينا والناموس. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، مستمرين مع حضراتكم في انطلاقات المساء، انطلاقات التحدي والتواصل الكبير في هذا المهرجان. هنا تنطلق انطلاقة أخرى في انطلاق